طيب ازاي دلوقتي هنعمل التحقق بالخطوتين في الحساب بتاع جوجل؟ احنا دلوقتي انشأنا حساب جوجل، وبمعنى اصح دلوقتي عايزين ان احنا نأمنه عن طريق التحقق بالخطوتين. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ كل اللي عليك اللي انت هتعمله هتركز معايا في الفيديو ده، هنعمل خطوات سهله وخطوات بسيطه هعرفك ازاي تعمل بيها التحقق بالخطوتين. هنيجي هنا كده على صوره الحساب، بنضغط عليها بالشكل ده، وبتنزل على مانج يور جوجل اكاونت او اداره حسابك على جوجل. وخليني اقول لك بس حاجه، ان اي حاجه انت هتعملها من الموبايل هي اللي هتعملها من الكمبيوتر، واي حاجه هتعملها من الكمبيوتر هي اللي هتعملها من الموبايل. بيدخلك على الصفحه دي بالشكل ده، بتنزل هنا كده على كلمه اسمها الامان. هنا عندك الصفحه الرئيسيه والمعلومات الشخصيه بيانات الخصوصيه، بتيجي هنا كده على كلمه الامان، بتضغط عليها بالشكل ده، بيطلع معاك الصفحه دي، بيقول لك لديك اقتراحات متعلقه بالامان وتتوفر الاجراءات المقترحه في صفحه فحص الامان. مالكش اي علاقه بكل الكلام ده. بتنزل بس تحت هنا كده شويه، بيقول لك كيفيه تسجيل الدخول، يمكنك ضمان امكانيه وصولك الى حسابك على جوجل في اي وقت من خلال ابقاء هذه المعلومات محدثه. التحقق بالخطوتين دي اول حاجه بتضغط عليها هنا، بيقول لك بس قبل ما تضغط عليها بيقول لك هنا ميزه التحقق بالخطوتين غير مفعله، ولازم ان انت تعمل ميزه التحقق بالخطوتين دي، عشان ميزه التحقق بالخطوتين هي اللي بتتيح لك ان انت لو عامل الحساب ده لقناه تقدر ان انت بعد كده فيما بعد تقدم القناه للمراجعه. لان شرط اساسي من شرط الانضمام الى برنامج شركاء اليوتيوب ان تبقى ميزه التحقق بالخطوتين مفعله. بتضغط عليها بالشكل ده، هيدخلك دلوقتي هيقول لك تفعيل ميزه التحقق بالخطوتين. اضافه خطوه ثانيه الى حسابك لتفعيل ميزه التحقق بالخطوتين، عليك اولا اضافه خطوه ثانيه الى حسابك على جوجل مثل رقم الهاتف. تفعيل ميزه التحقق بالخطوتين يمكنك منع المخترقين من الوصول الى حسابك من استخدام طبقه حمايه اضافيه. يعني بمعنى اصح بيقول لك ان حاجه شبه كده ممكن ان هي تمنع المخترق من الوصول الى حسابك، وسيطلب منك اكمال الخطوه الثانيه الاكثر امانا المتاحه في حسابك ما لم تسجل الدخول استخدام مفتاح المرور. يعني بمعنى اصح ان انت لو ما دخلتش الباسورد بتاع الحساب ممكن ان انت توصل لحسابك عن طريق التحقق بالخطوتين، ويمكنك تعديل الخطوات الثانيه وخيارات تسجيل الدخول في اي وقت من خلال الاعدادات. انتقل الى اعدادات الامان، كل اللي عليك اللي انت هتعمله دلوقتي هتقول تفعيل ميزه التحقق بالخطوتين. هنا بقى هندخل على الخطوه الاكثر صعوبه، يمكنك استخدام رقم هاتف كخطوه ثانيه لمساعدتك في اعاده تسجيل الدخول مره اخرى اذا فقدت امكانيه الوصول الى حسابك ولتلقي اي تنبيهات في حاله حدوث اي نشاط غير عادي. يعني بمعنى اصح ان انت دلوقتي لو عملت التحقق بالخطوتين دي، لو في اي نشاط مريب او اي حد حاول الدخول لحسابك او تسجيل الدخول على حسابك هينبهك على الرقم بتاع التليفون اللي هو انت بتدخله. دلوقتي في مشكله، المشكله دي بيقع فيها كتير جدا من الناس، او موجوده بمعنى اصح في كتير جدا من الدول، وهي ان مش كل الدول بتقبل اي ارقام هواتف. في عندنا مشكله في اثبات ملكيه رقم الهاتف او عن طريق التحقق بالخطوتين دي، اللي هي بمعنى اصح كده لما بتيجي بتبعت او لما بتيجي بتدخل رقم التليفون، رقم التليفون ده بيقول لك تعذر ارسال الرساله، او بمعنى اصح مش مسموح ان احنا نبعت دلوقتي رساله على رقم الهاتف ده، حاول ان انت تجرب شبكه تانية. خليني بس اقول لك على حاجه كده، ان الموضوع ده في مصر، الحساب ده طبعا حساب مصري، الموضوع ده في مصر اللي بتقبله شركه فودافون. يعني بمعنى اصح ده مش اعلان طبعا عن الشركه اطلاقا، ملوش اي علاقه، اكيد شركه فودافون يعني مش انا اللي هنعمل لها اعلان، مش محتاجه اعلان ولا محتاجه دعايه ولا محتاجه اي حاجه من دي. انا بقول لك على الحل المجرب، والحل اللي انا جربته وهجربه دلوقتي قدامك وهيبقى معايا ان شاء الله. وعملت على فكره فيديو كامل عن اثبات الملكيه او عن حل مشكله اثبات الملكيه ورقم الهاتف، هسيبه لك دلوقتي في البطاقات وهسيبه لك في شاشه النهايه، تقدر ان انت تروح للفيديو ده، اديتك فيه 11 طريقه تقدر ان انت تحل بيهم مشكله اثبات الملكيه، واكيد ان شاء الله في طريقه منهم هتقدر ان هي تنفع معاك. ولكن دلوقتي هنيجي هنعمل ادخال رقم الهاتف، هدخل دلوقتي رقم الهاتف. قبل بس ما تدخل رقم الهاتف بتيجي هنا انت بتختار الدوله بتاعتك، بما ان الحساب ده مصري فانا هنختار مصر. بعد ما اخترت خلاص مصر بالشكل ده ودخلت رقم الهاتف، هنيجي هنا هنضغط على كلمه التالي. هنا بيقول لك ارسلت جوجل رمز اثبات الهويه الى الرقم كذا. المفروض دلوقتي ان هو بعت خلاص الرقم على الرقم اللي انا دخلته ده، اللي هو رقم 010 زي ما انت شايف قدام حضرتك كده. الرقم ده انا هناخده دلوقتي من صاحب الحساب وهندخله هنا وهنشوف الدنيا فيها ايه. دلوقتي خلاص هو بعت لي كده الرقم، هنيجي هنا هندخل الرقم اللي هو بعته لي عن طريق الرساله 7337 3. بنيجي هنا بنضغط على اثبات الملكيه، جاري اضافه رقم الهاتف، جاري تفعيل ميزه التحقق بالخطوتين، حسابك محمي الان من خلال ميزه التحقق بالخطوتين، اثناء تسجيل الدخول سيطلب منك اكمال الخطوه الثانيه الاكثر امانا، لذا احرص على ان تكون هذه المعلومات محدثه. وهنا بيقول لك رقم الهاتف اهو كذا، رقم الهاتف تم بشكل طبيعي خالص، وهنيجي هنا نضغط على كلمه تم. كده انت خلاص قدرت ان انت تفعل ميزه التحقق بالخطوتين. لو جينا هنا عملنا رجوع بالشكل ده كده وجينا نزلنا تحت هنا على كيفيه تسجيل الدخول،
هنا بيقول لك التحقق بالخطوتين مفعلة منذ الساعة 1:54، وانا بسجل دلوقتي الفيديو الساعة 1:55، يعني منذ دقيقة مضت دلوقتي كده. انا عرفتك ازاي ان انت تعمل التحقق بالخطوتين، وعرفتك ان شركة فودافون بتقبل الموضوع ده بشكل طبيعي خالص بدون اي مشكلة كده. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك، وهسيب لك الفيديو دلوقتي اللي انا عملت فيه حل مشكلة اثبات الملكية برقم الهاتف، هسيبه لك في شاشة النهاية تقدر ان انت تروح تتفرج عليه وتتبع الخطوات اللي انا كلمتك عليها والخطوات اللي انا طرحتها في الفيديو. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.